كشف الإنسان أسراراً كونية دقيقة وبلغ حقائق مذهلة غيرت نظرتنا إلى العالم. والعجيب أنها جاءت في القرآن الكريم الذي نزل في زمن غارق في الخرافات بعيد كل البعد عن العلوم. إليكم أهم تلك الحقائق. بداية الكون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. القرآن سبق الغرب 1400 عام إلى هذه النتيجة، وهي أهم اكتشافات القرن العشرين، حين دحض العلماء فكرة الكون الأزلي وأثبتوا بالدليل القاطع أن للكون بداية على شكل انفجار هائل سمي الانفجار العظيم. توسع الكون. المجرات تتحرك مبتعدة عن بعضها بسرعات كبيرة جدا، ما يسبب اتساع الكون بشكل مذهل. نتيجة علمية استغرقت مراقبة وجهودا طويلة، لكن القرآن أثبتها قبل 14 قرنا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نهاية الكون. يتفق العلماء على أن للكون نهاية بسبب قانون انخفاض الطاقة الذي يقرر أن كمية المادة والطاقة بالكون ثابتة، وبالتالي سيتوقف الكون عن التوسع ويبدأ بالانكماش. القرآن أشار إلى هذه النهاية قبل اكتشافها، بل وحدد شكل الكون وهو كالورقة المنحنية. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الثقوب السوداء. ظاهرة عظيمة درسها العلماء أكثر من نصف قرن وتأكدوا أخيرا من وجودها. فالنجوم تكبر حتى تنفجر وتنهار وتتحول إلى ثقب أسود بجاذبية فائقة. القرآن كشف هذه النتيجة الدقيقة قبل جهود العلماء قاطبة. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس التي تخنس فلا ترى، والجوار التي تجري بسرعة، والكنس التي تجذب وتكنس صفحة السماء. النجوم النابضة. نجوم تصدر صوتا يشبه صوت المطرقة، تسمى المطارق العملاقة، تصدر موجات ثاقبة تخترق أي جسم في الكون. القرآن كشف الحقيقة ذاتها بكلمات بليغة معبرة. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. أليست معجزات تستحق التفكير؟